الجهل ومن لا يعذر. فقد قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. إذن ما هو المانع وما هو العذر؟ قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. وأما ما يتعلق في العنصر الثالث من هذا القسم من أقسام أئمة الدعوة هو مسألة السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم. قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في رد شبهة تكفير الحاكم بالمعصية، قال: وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة محمد: ذلكم بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قال أنكم تأولتم هذه الآية على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين، ولم تنظروا إلى أول الآية وهي قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة. انتهى كلامه. ثم قال أيضا في موضع آخر: وأضرب لكم مثلا بالحجاج بن يوسف، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير، إلى أن قال: ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته، يعني في طاعة الحجاج، والانقياد فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان، إلى أن قال: واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام برا كان أو فاجرا، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. إذن هي قضية معروفة في كتب أصول الدين والعقائد، شيء يعتقده المسلم ولا تستقيم ولا تسلم عقيدته إلا بهذا. وقال أيضا: وأهل العلم من هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب، وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف ويرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة يعني الحكام فسقة ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوص في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. إذن هو يؤكد رحمه الله هنا أن الأهل العلم يعني إجماع متفقون على طاعة من تغلب، يسمونها اليوم اغتصاب السلطة باللغة الإعلامية، فهم عندهم أن من تغلب لا تجوز ولايته، لكن هذا أصل من أصول أهل السنة، أنه بل هو إجماع على أن من تغلب تجب طاعته، بل قال الإمام أحمد أنه لا يجوز لأحد أن يبيت تلك الليلة إلا وفي عنقه بيعة لذلك الإمام المتغلب، لأن الإمامة تكون بأحد ثلاث: إما بالاستخلاف كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه، وإما باختيار أهل الحل والعقد والشورى كما حصل أيضا من عمر بن الخطاب عندما جعلها في الستة واختاروا عثمان، وإما تكون بالغلبة كما هو أصل من أصول أهل السنة كما هو حال عبد الملك بن مروان، فدانت له البلاد بتلك الغلبة. وأيضا العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله يقول مناصحا لأحد القضاة، يعني أحد القضاة ظهر منه كلام في الحكام، فكاتبه وراسله وقال: بلغني أن موقفك من الأمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الأمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس من شرطها ألا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما منصبه وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين،
ونصيحة الأمير والمأمور بالسر، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. ولا ينبغي، هو يحذر الآن ذلك القاضي، يقول ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضية على فكرك، والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الأمارة والسمع والطاعة. إلى أن قال ولا يظهر عليك أيها القاضي يعني عند الرعية ولا سيما المتظالمين بالباطل عتبك على الأمير، يعني لا يظهر عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، وإنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد ألا تكلم عثمان؟ قال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتح. ثم قال سماحة الشيخ رحمه الله ولما فتحوا يعني الخوارج الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بسبب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. وانتهى كلامه رحمه الله. إذن سبب قتل الصحابة وعثمان، بل كثير من الصحابة وعثمان رضي الله عنهم، ما هو؟ الإنكار العلني وذكر العيوب علنا. انظر فقه الإمام ابن باز رحمه الله لهذه القضية التي غفل عنها بعض الناس اليوم هداهم الله. أما الإمام محمد رحمه الله وهو يحكي في مسائل الجاهلية، وهذا من أنفس كتبه رحمه الله، مسألة حيث قال من مسائل الجاهلية أن عندهم يعني مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، يعني هذا عند الجاهلية، وهو نفس ما عند الخوارج اليوم نسأل الله العافية، يرون السمع والطاعة مذلة وخضوع استكانة وذل. فانظر كيف سبحان الله شابه هؤلاء الخوارج الجاهلية. قال الشيخ رحمه الله فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد، إلى أن قال ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، يقصد ما ورد في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة. وقال الشيخ محمد عبد اللطيف رحمه الله مما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة، بل كل واحد منهم يستبد برأيه، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، كما قال عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقد تصدى أيضا عدد من العلماء لبعض من ظهر منهم بوادر نزع اليد من الطاعة للملك من عبد العزيز الملك عبد العزيز رحمه الله، أقول تصدى عدد من العلماء فكتبوا كتابا لتلك الجماعة التي همت بالخروج، فقالوا أشرفنا على كتابكم الذي أرسلتم إلى الإمام عبد العزيز سلمه الله تعالى، وقد ذكرتم في آخره إنا لا نجتمع وإياك يعني يا عبد العزيز إن خالفت شيئا مما ذكرنا إلا كما يجتمع الماء والنار. فقال الأئمة العلماء في ردهم على هذا الخطاب قالوا وهذه كلمة ذميمة وزلة وخيمة تدل على أنكم أضمرتم شرا وعزمتم على الخروج على ولي أمر المسلمين والتخلف عن سبيل أهل الهدى وسلوك مسلك أهل الغي والردى، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك وممن فعله أو تسبب فيه أو أعان عليه،
لأن ما رأينا من الإمام عبد العزيز ما يوجب خروجكم عليه ونزع اليد من طاعته، وإذا صدر منه شيء من المحرمات التي لا تسوغها الشريعة فحسب طالب الحق الدعاء له بالهداية وبذل النصيحة على الوجه المشروع. وأما الخروج ونزع اليد من طاعته فهذا لا يجوز، وأنتم تزعمون. يقول في العلماء في ردهم على هؤلاء، يقول: وأنتم تزعمون أنكم على طريقة مشايخكم وأنكم ما تخالفونهم في شيء يرونه لكم، ولا ندري من هؤلاء المشايخ، أهم مشايخ المسلمين أم غيرهم ممن سلك غير سبيلهم ويريد فتح باب الفتن على الإسلام والمسلمين؟ أنتم مشايخ أنفسكم تحللون وتحرمون على أنفسكم، ولا ترفعون لنا خبرا في شيء، ودعواكم أنكم على طريقة المشايخ يكذبه ما صدر منكم. انتهى كلامهم رحمهم الله. وبهذا أصل إلى نهاية هذا العنصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكفينا شر أعداء هذا الدين من الخوارج ومن غيرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الفيفي. أيها الأحبة، ننتقل بالحديث مع فضيلة الشيخ محمد الفيفي في كلمة في دقيقتين، فليتفضل وتابعه الله. محمد بن رمزان هازي، عفوا. أتى في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، قال سعيد بن جمهان: لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. الأزارقة نسبة إلى نافع الأزرق، وهذا وصف لهم وتصنيف لهم بمؤسسهم، كالحرورية نسبة إلى المكان فوصفوهم وصنفوهم بالحرورية، وهم خوارج. قال: فما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال ابن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ لأن الخوارج فرق. قال: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. فلعن الله الخوارج، لعنة الله على الخوارج. نقول كما قال ابن أبي أوفى. هذه إضافة فقط. نعم. شكر الله صاحبي الفضيلة ما تفضل به بهذه الندوة المباركة الطيبة النافعة. نحن وإياكم أيها الأحبة في موعد مع تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه الندوة ثم الإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسدده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الندوة المباركة اشترك فيها الدكتور محمد الفيفي والدكتور محمد الهاجري، وكان موضوعها الخوارج والخوارج وموقف الدعوة منهم.
لا شك أن هذا مذهب مذهب الخوارج هو أول مذهب بدعي نشأ في الإسلام، أول فرقة افترق فيها